ممكن تعرفنا بنفسك؟ نعم، اسمي احمد ابراهيم كمال الدين، انا مدرس مساعد طب طبيعي وجسم وتجهيز في كليه الطب جامعه عين شمس. طيب حضرتك موجود هنا في نقابه الاطباء بتعمل ايه النهارده؟ ممكن توضح لنا؟ النهارده حدد ميعاد لمؤتمر يخص اطباء الطب الطبيعي مشاكلهم، خاصه في ظل تفاقم بعض المشكلات واهمها تهميش دور طبيب الطب الطبيعي في مواجهه اخصائي العلاج الطبيعي. القانون بيتكلم، قانون مزاوله مهنه العلاج الطبيعي بيتكلم عن دور المعالج الطبيعي او ممارس العلاج الطبيعي ومساعد الطب الطبيعي في تاهيل المرضى. وفقا للقانون لا يحق له ان هو يكشف على مريض او يطلب فيه مشوار او يقرر علاجات للمريض، اي علاج سواء دوائي او جراحي او حتى وضع برنامج علاج طبيعي لتلقاء نفسه. بينما الواقع اللي بيحدث في مصر منذ سنوات اللي فيه تهميش لاطباء الطب الطبيعي في مواجهه اخصائي او ممارس العلاج الطبيعي، فيقوم ممارس العلاج الطبيعي بالكشف على المريض وبطلب فحوصات ووصف العلاجات الدوائيه الى جانب وضع برنامج التاهيل وتنفيذه. هل دوت بيعود بالضرر باي شكل على المريض المصري؟ طبعا المريض المصري في هذا الوضع لا يحصل على الخدمه الطبيه الصحيحه وليست الملائمه، لا يحصل على الخدمه الطبيه الصحيحه، وفي نفس الوقت تتعرض حياته للخطر، لان ممارس العلاج الطبيعي لم يدرس الطب، وبالتالي لا يستطيع التشخيص الدقيق للمريض ولا يستطيع التعامل معاه كما ينبغي ان يتعامل معه، وبالتالي يعرض المريض لاخطار شديده جدا نتيجه التصرف في حياه المريض بهذا العمل. للاسف المشكله الاساسيه اللي بنعانيها ان هم حصلوا على بعض الاحكام المغلوطه اللي ادت لفصل الاداري بين قسم الطب الطبيعي وقسم العلاج الطبيعي في مستشفيات وزاره الصحه، وبالتالي يفعلون ما يريدون في وزاره الصحه دون رقيب او حسيب. طيب حضرتك ايه مطالبكم تحديدا من النقابه، وازاي نقابه الاطباء تقدر تساعد اطباء العلاج الطبيعي والروماتيزم؟ مطالبنا كاطباء الطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل تفعيل قانون مزاوله مهنه العلاج الطبيعي كما هو في نص القانون، القانون 3 للرقم 85 اللي بيتحدث عن محاذير لممارس العلاج الطبيعي، ان هو لكي يرخص منشاه باسمه لابد من وجود طبيب طب طبيعي فيها للكشف على المريض. ممارس العلاج الطبيعي محظور عليه الكشف على المريض او طلب فحوصات او تقرير علاجات، لابد من تفعيل ذلك تفعيلا تاما، لابد من الغاء الفصل ما بين القسمين الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي في مستشفيات وزاره الصحه، لابد ان يعود الامر كما كان، طاقم طبي يكون مسؤول عن عمل مسؤوليه تامه، طبيب الطب الطبيعي لانه المسؤول الاول عن حياه المريض وعن سلامته، ويعمل معه في اخصائي العلاج الطبيعي، اخصائي الاجهزه التعويضيه، التمريض المؤهل، وغير ذلك من الطاقم الطبي. ماشي، الف شكر.